السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد ومبروك عواشركم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الطريقة ديالي في التنقية ديال الجنجلان، كل واحد الطريقة دياله. نشارك معكم هذه الطريقة هذه، وإلا عجبتكم اعتمدوها. فأول حاجة كنجيب واحد البانيو اللي كنطلق فيه الماء، وبالنسبة للجنجلان أنا كنقسمه على مراحل. يعني مثلا جبت كيلو ما كنديروش كله، كنقسمه على جوج أو على ثلاثة، باش هكذا كتجيني الخدمة سهلة. وكنحاول انني شحال ما نقصت يعني في الغسيل كميه ديال الحجر والتراب اللي كتكون، كيتجيني ساهله في التنقيه ملي كنكونو كنقيوه صافي. وبالنسبه اللي كيشري جنجلان يعني هكذا منقي راه مزيان. انا كناخد بالنسبه للسفوف ضروري خصني ناخد الجنجلان اللي كيكون بلدي ومعروف، هو كيكون موسخ بزاف صافي، ولكن كيكون لذيذ وصحي صافي. هنايا كنطلق عليه الماء، وكنحاول نفركو واحد الفركه خفيفه بيديا، ما نحاولو ما نخليوش في الماء بزاف باش ما يفقدش اللون ديالو والطعم صافي. وكندير ضروري كان تكون عندي واحد الشبيكه صفايه اللي كتكون هكذا كبيره، وصفايه هادو الصغار ديال القهوه اللي نبقى كنهز بيهم الجنجلان اللي كيطلع الفوق صافي. كنبقى بهذه الطريقه هذه، كل ما كنحس بالجنجلان يعني هبط لتحت كنطلق عليه شويه الماء، داك الحجر راه كيبقى لتحت والغبره وهذا والجنجلان كيطلع الفوق. يعني كل ما كان نطلق فيه الماء كنخليه هكذا يرتاح واحد شويه باش ما كنهزش ديك الحجار وديك الغبره من الفوق. وكنبقى بهذه الطريقه هذه، راه سهله وبسيطه. انا كنت باغا نغسل الجنجلان وقلت نشارك معكم ما فيها باس. اللي كتعرف راه تبارك الله، واللي ما تعرفش راه كان يعني كلنا كنتعلموا صافي. كنبقى بهذه الطريقه هذه حتى كان نحاول نهز قدر الامكان داك الجنجلان اللي كيطلع الفوق، يعني حتى كتبقى لي ديك الكميه الصغيره لتحت عاد كندير لها واحد الطريقه. فخليكم معايا مع الفيديو. كما كتشوفوا كنبقى هكذا، يعني شحال ما كنحس بان داك الجنجلان كيتهز نقي، وانا كنبقى على الطريقه هذه حتى كنحس ان الجنجلان يعني كله تقريبا بقى هابط مع داك الحجر. عاد كندير هذه الطريقه، انني كنهز داك البانيو وكنصفي الماء وكنعاود ندير الماء جديد، وكان نخليه واحد شويه. انا دابا دايره تسريع الفيديو، فكنخليه انا واحد شويه غير بلا ما هبط داك الحجر يرجع لتحت والتراب، ونولي تاني كنبقى بنفس الطريقه كنهز داك الجنجلان اللي كيطلع الفوق. كنبقى غاديه بهذه الطريقه هذه، هاي شويه الصبر وغيب شويه، وانا كنهز في داك في الجنجلان بحال هاد الطريقه هذه. هاد الطريقه سهله ويعني وما كيضيع الجنجلان بزاف، يعني ما كيمشي لناش الجنجلان بزاف يعني هكذا مع الماء. هكذا كنبقى غايب شويه حتى كتبقى لي كما كتشوفوا معايا ديك الكميه اللي لتحت. دابا كنهز ثاني البانيو وندير نفس الطريقه اللي درت معكم قبيله، كنحاول نخوي داك الجنجلان اللي بقى الفوق. صافي دابا كيبقى لي تقريبا غير داك الجنجلان، شويه الجنجلان والحجار والغبره. هنايا كنبقى كنخليه هو الاخر، كندير له شويه الماء وكنحاول نصفيه في صفايه. وهاد التصفيه الاخرى كنخليها بوحدها في واحد الشبيكه ولا طبيصيل. كما كتشوفوا هذا هو الحجر اللي كيبقى لتحت، يعني راه هاد الجنجلان عندي واخا هكذاك ما موسخش بزاف صافي. وهاد التصفيه الاخرى كنخليها بوحدها، كما قلت لكم هذيك التصفيه الاخرى اللي كتبقى كنديرها في الطبسيل بوحدو ولا في شي بانيو، وكنخليها بوحدها حتى كتستقطر ونقيها بوحدها، عكس هذيك الاولى كتكون اللي كنت كنهز الاول في داك الشبكه الاولى كتكون نقيه. يعني خصنا غندوزو عليها كما كتشوفوا هنايا، راه باقه فازكه، هزيتها بيدي باش تشوفوا راه كتبقى نقيه. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ديروا لايك والاشتراك وبارطاجوه مع الاهل والاحباب، ومع السلامه. الفيديو قادم ان شاء الله.